تك منين يا استاذنا؟ من سوريا. احسن ناس اهل سوريا. بس انت قاعد في سوريا ولا برا سوريا؟ لا بسوريا كمان. ما شاء الله، والله انت مناضل بقى. طيب شو بدنا نسوي؟ الحمد لله. الحمد لله. اصل فكره سوريا دلوقتي اصلا يعني على حسب، برضه في مناطق، في مناطق امنه يعني تقريبا صارت، يعني بدك تقول يعني بدك لك 70% 70% سوريا امنه، يعني ما فيش حرب. صحيح. حرب ليه؟ يعني احنا هون ممنوع نحكي بالسياسه، يعني الحرب. الحرب شو معنى الحرب؟ الحرب بلد ضد بلد. والله بلد ضد بلد، او الحرب ممكن يكون من الناس، من الناس اللي عندكم نفسهم يعني، او ممكن من يعني، اصل الحرب دي ممكن تبقى حرب داخليه او حرب خارجيه. يعني لو حرب داخليه يبقى ما بين قبائل، ما بين طوائف، ما بين مؤيد لبشار ومعارض لبشار. فدي ممكن تبقى حرب داخليه يعني. طيب وكمان داخليه ما انا موجوده حزرك ليش؟ يعني سوريا تقدر تقول عليها ان هي يعني اصبحت في حاله من الهدوء الحمد لله تعالى. على هدوء الحمد لله، بجو القلوب الصافيه بين بعضها، لانه كمان اهليه فيك تعتبر اهليه. حزرك ليش؟ لان المناطق 70% اللي امنه فيها من كل الطوائف. بس مشكلته الباقي ال 70% فهم وقعوا بالفخ يلي هو كان لازم يعرفوه، يلي وقعت فيه قبل العراق وكل المناطق حتى محاول مصر. كيف؟ بالنهاية كل هالشيء ما هذا هو السبب. السبب الأساسي، السبب الأساسي وهني ما عم أنت مثل تابع لأي حلف، وهني غاز النفط، خط النفط، خط الغاز، المعدن اللي أخذته أمريكا المنطقة الشرقية، هذا الأساس. أما الباقي كلياته هذا واجهة. هلا أنت بنرجع على النقطة الأولى، نرجع على النقطة الأولى في شغلة. أنت مثلاً ما راح عشان نحكي شو، ما نحكي نفس المثال يعني. مثلاً مثالاً هلا هون تحت مني أنا بالشارع سيارة ضربت شخص، مثلاً نفترض ضربت شخص، يوز هذا الشخص ضربة خفيفة كسرت رجله. كيف؟ بمسك أنا على الفيسبوك وبنزل إنه الرجل مات. بيمسك واحد وراي بعد مني بينسخ البوست، بينزل شو مات بيترقل وقدر قرقر حديث. التبهير الزايد، عرف كيف؟ في ظروف ظروف اقتصادي صعبة مرة الحصار الاقتصادي، اما الظروف الثانية ما انا موجودة يعني، فيها يعني تبهير، في خفيف بس فيها تبهير يعني انت قصدك ان شاء الله عيد خير مبارك عليك وعليك يا دحنونة. تفضل. عيد مبارك عليك يا دحنونة. تمام. المهم يعني اللي تقدر تقول ان الاعلام حاليا بيهول الصورة وبيجعل منها شيء خرافي ليس على ارض الواقع. نقدر نقول ان هي مش موجودة بنسبة 30، ممكن نقول بنسبة 30% و70% الباقية تهويل اعلامي. ايوه. عشان ما تقول انا متحايل، عشان ما تقول انا متحايل، دائما في من الطرف هيك او من الطرف هيك. ما بس بسوريا، ما بس بسوريا، بكل الدول، العراق، كل الدول. انت بالنهاية انت تتابع مثلا حتى بمصر يعني، ما نروح على بعيد، حتى بمصر. صح؟ صحيح. صح؟ صح صحيح. الاعلام، اعلام تابع لكذا، تابع مثلا لتاجر كذا، تاجر كذا تابع لكذا. بالنهاية هذا واقع، صرنا واقع فيه يعني، عرفت كيف؟ واقع كله، واقع عالمي، مصالح، ما بس انت بينهاي. انت بتكون مع مدار مع مثلا حلف المعروف، حلف امريكا وحلف روسيا، يا ما بدك تكون مع انت هذا الحلف او مع هذا الحلف. هي عالميا معروف يعني. والباقي كله حكي فاضي. علما العرب، علما العرب ما لازم الباقي يوقعوا بهذا الفخ. ليش؟ لانه عندن اول شيء فلسطين وقعوا فيها، لبنان وقعوا فيها، العراق وقعوا فيها، ليبيا وقعوا فيها، يعني هم لازم الباقي يوقعوا بهذا الفخ. لانه انت في شغله، إذا أنت دكتور فمان واقع أكيد بتعرف اللي بدي أحكينا. لأنه يعني أنت عندك، أنت لاحظ في شغلة من قبل، من 15 سنة، من 15 سنة كان بألمانيا مدينة هامبورغ بس كان في 5000 دكتور سوري. الفكر العربي، الفكر العربي
طبعا غير الفكر يلي تعرف فكره يلي دائما جنسي او نساء او كذا، بس هذا بس يشغله الفكر العربي، العربي طبعا ها، بس يشغله خصوصا السوري والمصري والعراقي. اذا شغل هذا بيبدع. انت دول الثانيه، الدول الثانيه بتخاف من هالشيء، عشان هيك شو بدها تسوي؟ يا بدها تسحبك لعندك يا ما بدها تخرب لك اياه. هلا لو بنرجع قبل من الخليج للخليج ايد وحده، ها ما حدا قادر يخربنا. والله عايز اقول لك حاجه، مش السوري والمصري والعراقي، كل الدول العربيه، انا كل حاليا كل صدوم يتميزوا. يعني كل كل لا انا هقول لك حاجه، كل دوله في يعني مثلا السوري حاليا، انا اهديك مثلا شويه حاجات. يعني لو جينا مثلا نبص على السوري، نبص على الشخص السوري مثلا. أيوة. الشخص السوري مميز ان هو شخص منتج جدا مثلا، بيتحرك بشكل كبير جدا، بيعمل كتير جدا، يحب ان هو يعني شخص عملي بشكل كبير. الشخص المصري يعني ده مثلا عملي بدماغه، بيعرف ان هو يجيب الفلوس، او كعقلية منتجة. يعني الشعب السوري في اي مكان بيروح بينتج وبيعمل شغله الخاص بيه، دي كده رقم واحد. مثلا الشعب المصري شوية يعني تلاقي مثلا في المهن الحساسة شوية تلاقي موجود، مثلا في المهن الطبية، في المهن مثلا الهندسيه، في وبرده كذلك. مش بقول ان مثلا السوريين ما عندهمش اطباء، عندهم اشطر اطباء في كل الدول الاوروبيه وعندهم اشطر، لكن انا بتكلم مثلا وليكن يعني الشعب السوري اكثر انتاجيه في الشارع، في اي شارع يعني، اكثر انتاجيه في الحركه في الشارع، في الانتاج، في التنفيذ على ارض الواقع. الشعب المصري برده شعب منتج وكل شيء، لكن المفكرين فيه اكتر، المفكرين اكتر بتلاقي في الشعب المصري مثلا. اكيد 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 انا بيسالوا اكيد على مستوى، على مستوى لك، على مستوى لك، على مستوى مش بيسموه لمصر ام الدنيا. مصر ام الدنيا. انا بجوز عدل لك على مستوى، راح احكي لك على مستوى، ما راح اقول لك على مستوى الهاي. عندك مشكله الحوار اللي عندك مشكله الحوار اللي بيتم ما بيننا وبين بعض ده ننزله على اليوتيوب؟ كيف عندك مشكلة الحوار اللي بيتم ما بيننا وبين بعض الآن ننزله على اليوتيوب؟ ما عندي بشكل، أنا ما عندي بشيء طبعاً. أكيد الله يسعدك. أنا قناتي على اليوتيوب اسمها الدكتور أحمد عطية دهشان، باخد من هذا عشان في كلام مهم في هذا الموضوع، هاخد بعض الجزئيات كده وبنزلها إن شاء الله على اليوتيوب. بخش على قناتي يعني النهاردة أو بكرة بالكتير بتلاقي مثلاً الفيديو بيكون نازل إن شاء الله تعالى، لأن أنت قلت كلام مهم يعني. اكيد يا اهلا وسهلا. الله يسعدك، ربنا يحفظك. نرجع بقى هذا الفكر. انت كمستوى عربي، انت كمستوى عربي ممنوع، ممنوع تصير لك شغله اطلتنا الاعادة، اهلا نطلع الاعادة في شغله. قال يعني من ثاني او ثالث سنه كانت الحرب على سوريا، قال بروفيسور امريكي. تلاحظ في مين قال؟ ما قال والله كذا، قال بروفيسور امريكي. قال انه دول اوروبا وامريكا، دول اوروبا وامريكا غلطوا وبيندموا وسمحوا لمدينه دبي تصير. ليه بقى؟ لانه ليش بقى؟ لانه صارت الاولى سياحيا، الاولى تجاريا. اثرت عليه. اهلا بك يا فيلو. انت لاحظ في شغل، لاحظ انه قطر قديش حاولت بطولات عالم وبطولات غزة، ما طلعت لمستوى دبي. ابو ظبي ما طلعت لمستوى دبي. لاحظ كلها بتحاول انت، بس عندك دائما ممنوع، انت كمستوى دولي ثالثي او رابع تصنيفا عالميا ممنوع تطلع. ما هو هذا شيء عالمي، هذا شيء عالمي. انت تعرف ان الدول العربيه كلها بلا استثناء فيها خيرات، لو وزعت على الارض كلها نصبح، يعني لو وزعت على الارض كلها لا يعني هيكفوا في رقم واحد. انت لو بتعرف، لو الدول العربيه كلها تما واحده، ها ما قادره الدول العربيه تعتز ولا شيء بالعالم، من كل دول الكون، كل دول الكون بده يضطروا يعتزوا لسببين. اولا باللي عندك، بالانتاجيات اللي عندك، مثلا كنفط او غاز او زراعه او كذا. ثانيا كموقع. انا مثلا شفت مثلا هذيك المره قناه السويس وتسكرت، شو سويت بالعالم؟ انت كموقع، انت بنص الكره الارضيه. انت بالفعل لو بتلتحم كلياتك، يعني بس انا شايف هاي الايد، مش شايف هاي الايد، ايد وحده عم بتسقف، ايدتين طبقه بعض بصفقوا بيصيروا قوه، وتكون ايدك متينه، يعني كيف بدي اخربها لهاي الايد؟
بيجي بينشر جوات المرض السرطان طفره وهيك بيعملوا.